عندنا حوادث كثيرة وبنسبة كبيرة أكتر من سيادة المقرر ما قال، النسبة أكتر من 53%. ولكن أنا حتى لو منعت استيراد هذه المقطورات، في مقطورات بالألوفات بالألوف عندنا موجودة، لازم دي هتبقى شغالة، لازم أحدد لها حارات معينة وتمشي في سير معين. يعني أنا ما مشاش في الزراعي، أنا عندي في الصحراوي في حارة مخصوصة للمقطورات، يبقى أنا أحدد لها سيرها في الطريق الصحراوي. لازم تحليل دوري لسائق المقطورات من حيث المخدرات، لأن كلهم بيشربوا وكلهم فعلاً كل الحوادث منهم، وشفنا الكلام ده كثيراً. فلا بد من تقنين وضوابط، لأن مش حتى لو منعنا استيرادها في مقطورات موجودة، يبقى لازم أحدد خط سيرها، أحدد لها حارات مخصصة بيها، أشوف حمولتها قد إيه، يبقى في ضوابط عليها، يبقى في ضوابط على السائق. ثم إن إحنا من أول ما دخلنا هذا المجلس وعملنا